نحن في زمن فتن ومحن، الدفاع واجب والتصدي واجب، لا تنظر إلى الناس ولا تنظر إلى ثناء الناس، اعمل لله، سينابذك كثير ويحاربك كثير، ولكن قال نبيك عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، مهما خلفت لا يضرك ذلك إذا كنت على الحق وقائما بالحق، لا يضرك من خذلك من بني جنسك من أصحابك ولا من خالفك من أعدائك. قال ابن القيم: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فتلك سنة الرحمن. وقال رحمه الله في النونية: لا توحشنك غربة بين الورى، فالناس كالأموات في الحسبان، أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان؟ قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان؟ وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن؟ كلا ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان. منتك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان، لو كنت وارثه لآذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان. هذه سنة ماضية، العاقبة للمتقين، لا بد من بذل، لا بد من عطاء، لا بد من تمسك، وإن خالفك الناس وإن نابذوك فالحق منصور، استمسك وتعلم، اقرأ كتب العلماء السابقين، اقرأ السنة لابن أبي عاصم، اقرأ لبان المبطة. نحن في زمن فتن ومحن، الدفاع واجب والتصدي واجب، لا تنظر إلى الناس ولا تنظر إلى ثناء الناس، اعمل لله، سينابذك كثير ويحاربك كثير، ولكن قال نبيك عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، مهما خلفت لا يضرك ذلك إذا كنت على الحق وقائما بالحق، لا يضرك من خذلك من بني جنسك من أصحابك ولا من خالفك من أعدائك. قال ابن القيم: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فتلك سنة الرحمن. وقال رحمه الله في النونية: لا توحشنك غربة بين الورى، فالناس كالأموات في الحسبان، أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان؟ قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان؟ وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن؟ كلا ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان. منتك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان، لو كنت وارثه لآذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان. هذه سنة ماضية، العاقبة للمتقين، لا بد من بذل، لا بد من عطاء، لا بد من تمسك، وإن خالفك الناس وإن نابذوك فالحق منصور، استمسك وتعلم، اقرأ كتب العلماء السابقين،